مهمه قوي ماشي. الحاجات اللي انا هقولها مش مهمه خالص، حاجات خفيفه بس عشان نبقى احنا في الوسط. هنبدا من الاول خالص يا ايمن، كائنات مش معانا خالص. احنا كنا بنتكلم عن موضوع اسمه يوريثرايتس صح؟ وقلنا اليوريثرايتس دي انفلاميشن ان يوريثرا صح؟ ولا تقول ميل ولا فيميل، لان بوث ميل اند فيميل مي بي افكتد. اليوريثرايتس موست كومن ان ميل ولا ان فيميل؟ ان ميل. ليه؟ لانها لونجر نارور وفي نفس الوقت كينكد، ففرصه ان يحصل فيها ستيزيس اكتر. انما الفيميل وايدر شورتر وستريت كويس. علشان كده اليوريثرايتس از مور كومن ان ميل مور ذان فيميل كويس. طيب قلنا اليوريثرايتس دي احنا ممكن نقسمها اكوردنج تو للاناتوميكال ستراكشر بتاعتها انتو انتيريور يوريثرايتس وبوستيريور يوريثرايتس، لان اليوريثرا بتاعت الميل بتتقسم فوق حته اسمها البوستيريور وتحت حته اسمها الانتيريور ماشي. انا بنتكلم على اتنين مع بعض حلو. وممكن اقسمها اكوردنج تو للكوزات الاورجانيزم بتاعتها الى جونوكوكال يوريثرايتس ونان جونوكوكال يوريثرايتس. والجونوكوكال يوريثرايتس دي كوزد باي ناصيريا جونوريا اللي احنا مرض بنسميه سالين. ونان جونوكوكال يوريثرايتس كان الموست كومن فيها حاجه اسمها الكلاميديا، فعشان كده قسموا النان جونوكوكال يوريثرايتس الى كلاميديا بوزيتيف وكلاميديا نيجاتيف ماشي. والكلاميديا البوزيتيف دي كل اللي تعرفوا فيها ثلاث كلمات، كلاميديا دي ان هي ما ينفعش تتزرع على الاوردينري ميديا، الكالتشر بتاعها بيطلع نيجاتيف، ما ينفعش اشوفها بالمايكروسكوبك اكزامينيشن، لازم اشوفها بالاليزا او البي سي ار. صعبه كده؟ حلو. ويبقى النان جونوكوكال يوريثرايتس يا اما كلاميديا بوزيتيف يا اما كلاميديا نيجاتيف. وقلنا الكلاميديا نيجاتيف دي عباره عن ايه؟ نان سبيسيفيك يوريثرايتس والاذرز. ايه النان سبيسيفيك يوريثرايتس؟ يعني انا عندي يوريثرايتس وزود ايفيدنس اوف اني اورجانيزم مش لاقي اي حاجه. بص دي جونوكوكال؟ لا الكلاميديا الجونوكوكال، بص انا قسمتها جونوكوكال ونان جونوكوكال. الجونوكوكال هي الجونوريا خلصنا منها خلاص. طب النان جونوكوكال تتقسم لكلاميديا بوزيتيف وكلاميديا نيجاتيف. دي يبقى الكلاميديا تبقى النان جونوكوكال حلو. والكلاميديا نيجاتيف بقى خلصنا من الكلاميديا بقى. الكلاميديا نيجاتيف بتتقسم الى ايه؟ الى نان سبيسيفيك يوريثرايتس واذر اورجانيزم. نان سبيسيفيك يوريثرايتس يعني يوريثرايتس وزود ايفيدنس اوف اني اورجانيزم مش لاقي اي اورجانيزم فسميتها ايه؟ نان سبيسيفيك يوريثرايتس. انما الكلاميديا الاذرز بقى ممكن تقسمها بقى مليون تقسيم. ممكن تقسمها بكتيريال فيرال فانجل بروتوزوال بارازيتك، ده كله موجود. وقلنا حلو. طيب هناخد والمايكوبلازما. يبقى انا دلوقتي انا هشرح حاجه اسمها المايكوبلازما اللي هي من الاذرز بتاعه الكلاميديا النيجاتيف بتاعه النان جونوكوكال يوريثرايتس. وضحت؟ حلو. النان جونوكوكال يوريثرايتس يبقى لما يجي يقول لك جيف ان اكونت اون مايكوبلازما دي. المايكوبلازما دي ده عباره عن بكتيريا فيها دي ان اي وار ان اي، وهي عباره عن سمول اورجانيزمز خفيفه خالص. المايكوبلازما دي بتبقى موجوده انهابيتنتس كده هابيتنتس كده في بعض السيكشوال اكتيف مان خصوصا الروس صح. ودايما كده انا بقول بوتين عنده اتفضل لسه بديل بوتين عنده مايكوبلازما. طيب انا دلوقتي بتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ مايكوبلازما. طيب ايه اللي يفرق المايكوبلازما؟ انا عايز اعرف ايه في المايكوبلازما دي. قال لك ان الاستراكشر بتاعتها ما فيهاش سيلول. الاستراكشر بتاعتها ما فيهاش سيلول. طب دي اديتني كلينيكال امبورتنس. ما ينفعش معاها البنسلين صح؟ اي اورجانيزم ما فيهوش سيلول ما ينفعش معاه البنسلين. امال انا هدي معاها ايه؟ تترا سايكل خلاص. المايكوبلازما جات لي في الامتحان وانا مش فاكر فيها حاجه خالص. اعتبر الكلام ده مش عليكي. الغيه دلوقتي انتوا قاعدين مش عليكم خالص. مايكوبلازما جات لي في الامتحان هكتب ايه؟ ان هي ممكن تعمل لي نان جونوكوكال يوريثرايتس صح؟ حلو. نان جونوكوكال يوريثرايتس بالكومبليكيشن بتاعت النان جونوكوكال يوريثرايتس كلها از ات از. مين اللي يقدر يقول لي الكومبليكيشن؟ عندي بتيجي سؤال نان كومبليكيشن اوف نان جونوكوكال يوريثرايتس. ابيديدمايتس حلو. ميل وفيميل صح كده؟ هقول ميل وفيميل. والميل في الاستراكشر ثلاثة اورجانز وثلاثة جلاندز كلهم ايتس 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 خلاص؟ حلو. احنا لا زلنا في مستوى اللوكال كومبليكيشن. طب هل منها ديسيمينيتد كومبليكيشن؟ في البير هيباتايتس تعملها حلو. ايه تاني؟ ايريدوسايكلايتس. ايريدوسايكلايتس كويس.
ارثرايتس كويس سيبتسيميا انا دلوقتي بنتكلم في النون جونوكوكال تعال في النون جونوكوكال لا الماتات دي مع الجونوكوكال ده على مستوى الميل صح والفيميل نفس الكلمتين طيب الفيميل اهم حاجه فيها ان هي تعمل لك ايه بريماتشر اوف ميمبرين ده مصيبه حلوه قوي البي اي دي صح رايتر سندروم والبرهيباتايتس كمان معاها دي الكومبليكيشن دي سؤال في الامتحان كومبليكيشن اوف نون جونوكوكال يورستايتس بفكرني بس اقول لك الاسئله الشفه ولا احنا انا لسه بدي موضوع ما كملناش خمس دقايق ماشي المايكوبلازما بقى نفس الكلام بتاعه بالظبط 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 بتاعه الكلاميديا الانكيوبيشن بيريود 2 ل 3 ويكس انا عايز اعرف بس كام اسم منها في حاجه اسمها المايكوبلازما هوميد في حاجه اسمها يوريوبلازما يوريليتيكم يوريوبلازما جينيتاليام بس خلاص 3 وخلاص كفايه قوي ماشي كل اللي احنا نعرفه بس ان هي لما بتيجي تتزرع بتديني حاجه اسمها فرايد ايج ابييرنس يعني ايه فرايد ايج البيض المالي بس ايه ده المايكوبلازما حد عايز اي حاجه تاني لا طبعا لا طبعا ساعتها حدد الزيسرومايسين طيب انا دلوقتي انا عايز اعمل دايجنوزس لليوريوبلازما يوريليتيكا هعمل ايه اول حاجه بالراحه كده هعمل ايه تعالى ده انت لابسه بلطو ها هناخد ايه اول حاجه هناخد سواب صح هناخد سواب وخلاص مش مشكله مش مشكله الكلام الكتير اللي فيها السيرولوجيكال دايجنوزس والحاجات دي سواب وتعرفي ان الكولونز بتاعتها بتبقى في شكل فرايد ايج ابييرنس على الكالتشر بتاعتها خلاص ادي الكومبليكيشن بتاعتها اللي احنا لسه قلنا لها وفي الاخر تقول الانفيرتيليتي سواء كانت ميل او فيميل واحنا في الانفيرتيليتي كنت بقول لكم ان عندي انفكشوس كوزز اوف ميل انفيرتيليتي صح؟ اليوروبلازما يوريليتيكا النان جونوكوكال يوريسايتس عموما من ضمن بتعمل انفيرتيليتي طب بتعمل انفيرتيليتي ليه بقى عليها؟ ليه؟ عشان تعمل بروستايتس وتعمل ايديدرايتس وسيمينال فيزيكولايتس في الاكيوت انفكشن وممكن في الكرونيك انفكشن تؤدي الى فايبروسيس بيتجاوب كده ماشي يعني على مستوى الاكيوت انفكشن هتعمل لك الايتسات اللي احنا قلناها وعلى مستوى الكرونيك انفكشن هتعمل لك الفايبروسيس ماشي طيب التريتمنت بتاعها قلنا ان هل تعمل لك كونجنكتيفايتس يونيتا كونجنكتيفايتس وسلم من الناتورا اه مش من ضمن النمبر بوكل نفس الكلام ماشي بس كده طب الكرونيك نيكروسيس بس ولا فيروس ايه ايوه في الجلانز اللي احنا قلنا عليها يعني انت الجلانز ايوه طيب النان جونوكوكال يوريسايتس عموما انا دلوقتي اديت الراجل ده علاج وعمري ما هنسى الراجل بتاع الحسين اللي كان بيجيلي الراجل ده كان بيشتكي من مورنينج دروب هي مورنينج دروب اتس نوت سبيسيفيك فور نان جونوكوكال يوريسايتس اسمعيش حاجه ماشي اتفضل مورنينج دروب دي اتس نوت سبيسيفيك ليه لان اي جلانس ممكن يحصل لها انفلاميشن ممكن تعمل مورنينج دروب بروستاتايتس تعملها كوبرايتس تعملها سيمينال فيزيكولايتس تعملها كل الحاجات دي ممكن تعمل نقطه دروب نقطه مورنينج دروب يجي يقول لك يا دكتور انا بتجي لي نقطه صغننه كده في الصبح بدري مضايقاه يعني تمام ستريكشر يعملها بس يعني مش الكومبليت ستريكشر خلاص الكومبليت مضايقاه ونقعد بقى نلف 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 ومش لاقي دايجنوز مش عارفين نشخص الحاله دي تمام وفي الاخر لان احنا عندنا ما عندناش الخلق ان احنا نعمل كلشر والكلشر بتاعنا كل ما بنيجي نطلبه على طول في ارض الواقع يعني نيجي نلاقيه ستاف 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 والستاف ده بيجي منين؟ ان هو بياخد المسحه وهو بياخدها كده راح واخد معاه كمان حته من الستاف اللي بتبقى موجوده على الجلد فاهمني؟ فيقوم جاي طالع معاها ستاف هما ما بيعرفوش يعملوه والراجل ده كنت عمال اديله سبرو 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 مفيش وما اتحلش لما اديت له الدوكسيسايكل وغالبا كانت كانت مايكوبلازما ماشي؟ طيب انا دلوقتي اديت الراجل علاج حلو اديت له تترا سايكلين وده سؤال بقى ليكوا في البلديه بقى انا عندي تترا سايكلين وعندي تترا سايكلينز ايه الفرق ما بينهم انا عندي تترا سايكلين بينهم من غير اس وعندي تترا سايكلينز بالاس
حلو بالظبط. يبقى انا عندي جروب كده, جروب اسمه تتراسايكلز, جروب كده اسمه انتي بايوتيك, جروب عيله كده اسمها تتراسايكلز. والتتراسايكلز دي بتتقسم الى ثلاثة جروب, شورت وانترميديت ولونج اكتنج. والشورت اكتنج, الشورت اكتنج اللي هو التتراسايكل العادي, علشان هو شورت اكتنج يبقى لازم اديله كل 6 ساعات صح. يبقى التتراسايكل الدوز بتاعته 100 مللي جرام اربع مرات في اليوم لمده 7 ل 10 ايام, ده انه ايه شورت اكتنج. انما اللونج اكتنج هما حاجتين, حاجه موجوده في مصر اللي هو الدوكسي سايكلين, وحاجه مش موجوده خالص اللي هو المينو سايكل ماشي. وعلشان كده الدوكسي سايكلين بديله وانس بير داي. ليه؟ لان الهاف لايف بتاعه اكتر من 12 ساعه, فبيقدر يشتغل 24 ساعه كويس. التترا سايكلين ايه هي الكومبليكيشن بتاعته؟ الحاجات دي دي اكتشفها. ايه هي الكومبليكيشن؟ قبل 12 سنه, قبل 12 سنه بيعمل بيرمننت ديسكالوريشن في التيس ماشي, وفي نفس الوقت تيراتوجينيك ما ينفعش يتاخد ديورينج بريجننسي. حلو. في عشان كده يقول لك في حاجات في كده في الجلديه مثلا بتتعالج بالتترا سايكلين اساسي, بس ما ينفعش تاخديها اثناء الحمل. زي مين؟ زي مثلا البليفا مثلا, او زي البي ال سي, دي بتتعالج بالتترا سايكلين عشان ليه انتي انفلاماتوري افكت, بس ما ينفعش تتاخد مع التشايلد بيرنج بيرنج ماشي. بس كده دي المعلومه اللي انا كنت عايز اقولها لكم. وثانك يو, ثانك يو.